السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل محافظة الإسكندرية صفحة 53 الصف الأول الإعدادي جبر من كتاب المعاصر. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الحد الجبري 4 س ص أس 3 من الدرجة. أنا عندي الحد الجبري دي من الدرجة الأولى، دي كده درجة مكتوب واحد ما بيتكتبش الواحد، وعندي هنا الدرجة اللي بعديها 3، بجمع الأسس اللي عندي، بجمع الأسس اللي عندي، اجمع 1 و3 يدينا 4، يبقى من الدرجة الرابعة. ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 2، إذا كان فاء عدد فردي فإن العدد الزوجي الذي يليه. أنا عندي فاء عدد فردي، أي عدد فردي، خد 3، خد 5، خد 7، أي عدد فردي يعتبره 3، تمام. العدد الزوجي اللي بعده هزود عليه، العدد الزوجي اللي بعد التلاتة ايه؟ الاربعة. زودت ايه على العدد الفردي؟ زودت 1، يبقى العدد الفردي ازود على 1 يديني العدد الزوجي الذي يليه، يبقى فاء زائد 1. سؤال رقم 3، القيمة المطلقة 3 على القيمة المطلقة سالب 3. القيمة المطلقة هتطلع زي ما هي 3، هي بتغير السالب فقط. القيمة المطلقة التانية هتشيل السالب هيديني 3، 3 على 3 هتديني 1، يبقى الاختيار رقم د. سؤال رقم 4، المنوال للقيم. يعني ايه المنوال؟ يعني الاكثر تكرارا، الرقم اللي اتكرر كتير. عندي هنا 5 وعندي هنا 5 وعندي هنا 5، الرقم اللي اتكرر كتير هو الخمسة، يبقى الاختيار رقم ألف. سؤال رقم 5، العدد الذي يقع في منتصف المسافة نص وخمسة على ستة. هوحد المقامات على الستة، هخلي المقام ده 6، هضرب في 3 فوق وتحت، بقى عندي الواحد في 3 ب3، 2 في 3 ب6، وهنا 5 على 6، من في النص 4 على 6، عندي 4 على 6، ما عنديش 4 على 6، متبسط، وده عدد زوجي وده عدد زوجي، تعالى نبسطه، على الاثنين هتديني 2 وعلى الاثنين هتديني 3، يبقى ناتج عندي 2 على 3. دي طريقة، ممكن اخد الطريقة التانية، اخد النص اجمع عليه 5 على 6 واقسم على 2، تمام كده يديني برضو نفس الناتج لو عايز تعمله على الآلة. سؤال رقم 6، اذا كان 3 على س زائد 1 عدد نسبي فان س لا تساوي عينك تحت على المقام، س لا تساوي عينك على المقام، وخد عكس الاشارة، عندي س موجب 1، خد عكس الموجب 1 يديني سالب 1، يبقى س عندي في سالب 1 عكس اشارة المقام. السؤال اللي بعده رقم 2، اكمل ما ياتي. إذا كان الوسيط لعدد من القيم هو الرابع فإن عدد القيم، الوسيط اللي قاعد في النص، الوسيط يعني إيه؟ العدد اللي في النص هو الرابع، يعني الرابع ده هو قاعد هنا، قدامه بقى كام واحد عشان يبقى هو في الوسط؟ عندي هنا 3 وعندي هنا 3، 3 و3 هيديني 6، 6 وكان معايا واحد في النص يبقى العدد معايا 7، يبقى عدد القيم عندي كام؟ 7. سؤال رقم 2، 6 أ تكعيب ب تربيع في 3 أ تكعيب ب. هنا هنضرب ونتجمع الأسس في الضرب. تعالى نضرب ال 3 في 6 ب 18، أ أس 3 في أ أس 3 بجمع الأسس، أ أس 6، ب أس 2 في ب تديني ب أس 3، يبقى بضرب المعامل اللي هو الرقم، وبعد كده بضرب الرموز اللي هو الألف والباء. تعالى نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3، إذا كان س زائد 3 أرباع بيساوي صفر، امتى العدد يديني صفر؟ امتى العدد يديني صفر؟ لما اقول 5 ناقص 5 صفر، 3 ناقص 3 صفر، بس هنا معاك كسر، هنا معاك كسر، طب اعمل ايه؟ انا الوقت اعتبر ان الكسر ده زي العدد بتحط له اشاره سالبه، هيديني سالب 3 ارباع، سالب 3 ارباع العدد ومعكوسه هو اللي يديني صفر، يبقى سالب 3 ارباع. اصغر عدد اولي اللي هو الاثنين، لو قال لي اولي فردي هقول له 3. المعكوس الضربي للعدد سالب 5 على 7، يعني ايه معكوس ضربي؟ بشقلب 7 فوق والخمسة تحت، طب والسالب معاهم فوق او تحت؟ الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، الوسط الحسابي مجموع القيم على عدد القيم، اجمع ادي 1 و6 و2 على عدد القيم 3، 1 و6 7، 7 و2 9، 9 على 3 تديني 3. ونشوف السؤال اللي بعده، أوجد عددين نسبيين قاعين بين الواحد على 2 وأربعة على 5. دي نحلها بره، 1 على 2 وأربعة على 5، بسم الله، أدي 1 على 2 وأدي 4 على 5. هنوحد المقامات على العشر، هوحد المقامات على العشر،
هنا اخلي المقام 10 وهنا اخلي المقام 10، نعمل مقص الواحد في 5 ب5 والاتنين في 4 ب8. اللي ما بينهم بقى عندي 6 على 10، عندي 7 على 10. هو عايز كام عدد؟ عددين، يبقى 6 على 10 و7 على 10. عايز تبسط ال6 على 10 تقسم على 2 فوق وتحت، صح؟ عايز تسيبها كده، صح. يبقى 6 على 10 و7 على 10. ونشوف السؤال، اطرح السؤال اللي بعده. اطرح بعد من يتكتب فوق، لما هنا ابدأ بالطرف الثاني الاول. 7 س موجب 5 ص موجب ع، تمام. نشوف التانية مترتبة، دي س دي ص دي ع، نزلها زي ما هي. ادي 2 س موجب 6 ص موجب ع. بغير اشارة الحد التاني في الطرح، بغير اشارة الحد التاني في الطرح. لما يقول لي اطرح غير اشارة، ادي سالبة دي موجبة تبقى سالبة، دي موجبة تبقى سالبة. تعالى بقى نطرح، 7 ناقص 2 هتديني 5 س، سالب وموجب اشارة الكبير سالبة اللي هي 6، وهطرح 6 ناقص 5 1، الواحد ما بيتكتبش، نزل الصاد زي ما هي، العين هتروح مع العين العدد وعكس اشارته اللي هو المعكوس الجمعي، يبقى 5 س ناقص ص، ده ناتج الطرح، 5 س ناقص ص. ونشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 4. اقسم س تربيع زائد 3 س زائد 2 على س زائد 1. هنا بقى بيتكلم عن قسمة مطولة، هنا بيتكلم عن قسمة مطولة. تعالى نقسمها برضو بره، ادي السين موجب الواحد، وعندي هنا س تربيع موجب 3 س موجب 2. هنقسم، اقسم بعد كده اضرب بعد كده اطرح. ادي المسألة، هقسم الرقم الاولاني على الاولاني، س تربيع على س يبقى لي س، بقسم بطرح الاسس كده، قسمت. بعد ما اقسم اضرب، الموجب هنا كله موجب، خلاص مش هنحتار. س في س بس تربيع زي ما هي، موجب الواحد في س بس، وبشد الخط وبطرح. بعمل ايه؟ بقسم الحد الاولاني على الحد الاولاني وبعد كده بضرب، بقسم الحد الاول على الحد الاول وبعد كده بضرب. هنبدأ نغير اشارة الحد التاني في الطرح، ادي سالبة ادي سالب، دي هتروح مع دي. سالب وموجب اشارة الكبير موجبة، وهطرح 3 ناقص 1 هيديني 2 س موجب 2. كده طرحت، هنبدأ نقسم. 2 هنا موجب وهنا موجب، نزل اشارة موجب، ما تخافش. 2 على الواحد هتديني 2، وس على س هتروح. نجم نضرب الاتنين في س باتنين س، موجب الاتنين في واحد باتنين، وكله موجب، غير اشارة الحد التاني. هنا دي سالبة، هنا دي سالب، كده دي هتروح ودي هتروح، يبقى ناتج معايا س زائد 2، يبقى كده المسألة خلصت. سين زائد 2، بسم الله. باستخدام خاصية التوزيع اوجد 4 على 9، ادي الفريق الاول والحكم بتاعه معايا. 4 على 9 في 5، ادي الفريق التاني الحكم التاني معايا. طيب 4 على 9 في 16، ادي الفريق التالت والحكم معايا. يبقى هناخد مين؟ 4 على 9 بره، ادي نكتبها بره. 4 على 9 في 11، هناخد الاربعة على تسعة عامل مشترك بره، وهفتح قوس وهاخد الاعداد اللي بقى. 4 على 9 بقى منها 11، زائد 4 على 9 بقى منها 5، لا دي ناقص، 4 على 9 بقى منها 16، تمام كده. يبقى 4 على 9 باخد العدد بره والباقي بعمله في القوس. تعالى هنا 4 على 9 فيه، هنجمع القوس، 11 و5 16، 16 ناقص 16 هتديني 0، اي عدد في صفر بصفر، مش محتاجة كمان. يبقى هنا الناتج 0، والله تعبتونا. سؤال حلل بإخراج عين ميم ألف العامل المشترك الأكبر 3 س تربيع ص زائد 12 س ص. هنحلل بإخراج العامل المشترك، هنا التلاتة دي 3 في 1 والاتناشر دي 3 في 4، يبقى العامل معايا التلاتة، هاخد التلاتة بره، ادي التلاتة بره. السين تربيع وهنا سين، باخد الصغيرة السين بره، عندي ص كده خلاص هتروح، كده أنا خدت العامل المشترك. أنا عندي هنا ص وهنا ص، باخد الصاد الصغيرة وافتح القوس واخد الباقي. التلاتة انا خدتها، سين تربيع شيل منها سين اتبقى سين، الصاد خلاص، زائد 12 شيل منها 3، يعني اسمها على 3، 12 على 3 فيها الاربعة، سين على سين هتروح، صاد على صاد هتروح. لو عايز تتأكد اضرب التلاتة في سين بتلاتة سين تربيع صاد، والتلاتة في اربعة باتناشر سين صاد، تمام كده. كده احنا خلصنا بإخراج العامل المشترك. ونشوف السؤال اللي بعده، البيانات الآتية هي درجات أحد الطلاب 4 6 9 7 4، عايز المنوال. المنوال الأكثر تكرارا والأكثر شيوعا، ايه اللي اتكرر عندي كتير؟ الرقم اللي اتكرر كتير، ادي 4 ودي 4، يبقى المنوال عندي 4.
طيب الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها، نجمع ادي 4 زائد 6 زائد 9 زائد 7 زائد 4 على مجموع القيم على عددها. اكتب القانون مجموع القيم على عددها، ادي 1 2 3 4 5. هنجمع الآلة ثانية واحدة، ولا نجمعها لقينا 4 و6 10 10 و9 19 19 و11. تمام، على 5 هتديني 6. نتأكد تاني، 10 10 و9 19 19 و11، دي 30 على 5 هتديني 6. تمام، يبقى 30 على 5 بيساوي 6. تعالى نجيب الوسيط اللي هو في النص، هنرتب وبعد كده ناخد اللي في النص. الوسيط هنرتب الأول، عندي 4 كررت مرتين، أكتبها مرتين، نكتبها فين؟ أدي 4 وأدي 4 6 7 9. هنا نشيل ده مع دي، دي مع دي، بقى لي مين؟ الوسيط اللي هو الستة. كده احنا خلصنا الحمد لله الاختبار رقم 4. ان شاء الله الفيديو القادم ناخد محافظة القليوبية الاختبار الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.